يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طبيب وأعمل عمليات لبعض المرضى، أنا طبيب وأعمل عمليات لبعض المرضى، فيأتي بعضهم لي بهدية ويحلف أن آخذها، فهل هذا من هدايا العمال؟ إذا كنت موظفا في مستشفى ولك راتب فهذه من هدايا العمال، ما في شك. رشوة. أما إذا كنت تعالج على حسابك فأتح المحل وتأخذ من الناس أجورات على العلاج، هذه تدخل في الأجر. نعم.